تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ورئيس هيئة الصحة بدبي، افتتح اليوم علي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير العام لهيئة الصحة بدبي الدورة 9 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للتخدير. المعرض الذي يعقد في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي بمدينة دبي الطبية يناقش محاور مختلفة تتعلق بالتخدير وعلاج الألم، حيث يضم 40 متحدثا من كبار الأطباء والمتخصصين في هذا المجال، ويشارك فيه أكثر من 60 شركة متخصصة من 55 دولة لتسليط الضوء على آخر الاكتشافات والابتكارات الحديثة في مجال طب التخدير بهدف رفع المستوى المهني وتطوير القدرات لتلبية الاحتياجات المختلفة للمرضى. تم افتتاح بحضور معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة ومدير عام هيئة الصحة بدبي، وهدفنا هالسنة تحديات والأساليب الحديثة في علم التخدير وعلاج الألم. فعلى هذا الأساس الحمد لله توفقنا أن نجيب خبراء من دول أوروبية، اللي مثلا من إيطاليا، ألمانيا، يونان، بلجيكا، كرواتيا، وحتى من الولايات المتحدة، من نيوزيلندا. الحمد لله يعني من عدة دول المحاضرين موجودين، ونفس الشيء بالنسبة لحضور هذا المؤتمر. لها خاصية للتعليم المستمر بالنسبة للأطباء من مختلف أنحاء العالم، يجتمعون سنويا في دبي للتدريب الأطباء والفرص للطلاب في الجامعات وتشجيع للطلاب في كلية الطب الأساس يتخصصوا في مجال التخدير. هذا أهم شيء. والحضور المعرض، معرض مثل ما تشوفين معرض متخصص، ناس مهتمين فيه. بعدين هذا شيء مهم بالنسبة للسياحة المتخصصة. وقام معالي حميد القطامي بقص شريط الافتتاح التقليدي إذانا بافتتاح المعرض الذي قام بجولة فيه للتعرف على أحدث المعدات والتقنيات والمنتجات المتخصصة في هذه الصناعة الحيوية. احنا هون شركتنا بدبي وشاركنا بالمؤتمر، مؤتمر عالمي، ونحن ان شرفنا شاركنا فيه، وطبعا تعرفنا على كثير شركات، منها شركات جديدة ومنها شركات لوكال موجودة هون. طبعا نحن بنعرض انستيزيا برودكت هي عن التخدير. يعد مؤتمر ومعرض دبي الدولي للتخدير منصة هامة ومرجعا بحثيا يعول عليه في هذا المجال، لكونه يتطور بشكل كبير ويعتبر من أكثر المجالات الطبية تقدما، لما يساهم به في تطوير عمل المستشفيات والعيادات ورفع مستوى الرعاية الصحية في الدولة.